عام 2009 سيدة سعودية من مدينة الجبيل تطلب طلب عادي إصدار ترخيص لبناء منزل يؤويها وأسرتها. قطعة أرضها بالقرب من قرية تاج الأثرية اللي تبعد عن الجبيل تقريباً 80 كيلومتر. في هالمكان تحديداً رخصة البناء تحتاج موافقة وحدة الآثار والمتاحف، وهذا إجراء روتيني لأي قطعة منزل حوالين هذه القرية التاريخية. خرجت فرقة من وحدة الآثار والمتاحف لمعاينة الموقع وعمل مجسات. مشت الأمور بشكل طبيعي واقترب الفريق من منح السيدة التصريح الخاص بها، لكن أحد المختصين لاحظ شيء بسيط جدا، كان فيه رماد مختلط بأحدى تلال الموقع. شعر الفريق أنه أمام شيء غير عادي واقتربوا من الرماد وبدأوا في التنقيب، فإذا بهم أمام مفاجأة كبيرة. كانوا أمام بقايا متحللة لطفلة صغيرة في السن، موضوعة على سرير بقوائم برونزية، ونثر حولها قطع ذهبية من كل اتجاه، وغطي وجهها بقناع ذهبي رهيب. بعد التدقيق والقياس الزمني لفحوى القبر والرفات، تم تحديد عمر تقريبي للقبر، يعود إلى عام 50 قبل ميلاد المسيح عليه السلام. كما قدر مجموع وزن الذهب المحيط بالطفلة التي اصطلح فيما بعد على تسميتها بأميرة ثاج، قدر بنحو 18 كيلو من الذهب الخالص. أيضا لاحظ العلماء أن طريقة الدفن اللي دفنت بها الطفلة تشير إلى أن هذه المنطقة سادتها بعض العقائد الدينية اللي لم يتحدث عنها التاريخ أو يوثق لها. كان هذا الاكتشاف بمثابة ضوء إضافي لفت الانتباه إلى قرية ثاج الأثرية، واقترب بها إلى حد التطابق مع مدينة جرهاء الأسطورية المفقودة التي لا يعرف أحدا مكانها على وجه الدقة إلى اليوم، ورجح بدلائل قوية أن تكون ثاج هي جرهاء أو على الأقل جزء منها. جرهاء هي مدينة أثرية فاحشة الثراء كانت تقع على السهل الساحلي الممتد من شمال القطيف إلى جنوب الأحساء شرق المملكة العربية السعودية. جرهاء وردت كثيرا في المصادر اليونانية القديمة، حتى أنك لا تجد في هذه المصادر ذكر لشرق جزيرة العرب إلا باسم جرهاء. حسب هذه المصادر جرهاء هي مركز لإحدى الممالك العربية القديمة اللي قامت في المنطقة